بتحصل. فدي من الحاجات اللي هي المهمة اللي حن ايه هنحاول ان احنا نبني فيها سكيلز. يعني طبعا البيزنس موديل واليو ام ال يعتبروا فيهم بينهم تشابه خاص بالبرامج. انا بعمل برنامج عشان يبقى في الاخر الكمبيوتر هو اللي بيشغله، انما البيزنس بروسيس موديل مش الكمبيوتر هو اللي هيشغله. الكمبيوتر ممكن يراقبه وممكن يعمل له مونيتورنج، بس هيبقى فيه هيومنز هي اللي حد ايه تعمل بعض الخطوات. يعني زي ما هنشوف هيبقى فيه عندنا كل اكتيفيتي هيبقى فيه حد مسؤول عليها. ممكن في حد مثلا بيستقبل مثلا منك، لو انت مثلا رايح تعمل فيزا بيستقبل منك الباسبور، بيعمل عليه تشيك، ممكن يكون مانيوال او ممكن يعمل سكان للبروسيس بتاع سوري للموبايل بتاعك، سوري للباسبور بتاعك، فبيتوقف دوره عند الادخال، وبعد كده الكمبيوتر بيبدا ينفذ البروجرام بتاعه. ممكن الكمبيوتر ياخد وقت ان هو يتشيك او يبعت مثلا يتشيك في داتابيزز مختلفه في اماكن مختلفه، او في الاخر مثلا ممكن يرجع اكسبتنس مثلا بعد ساعه او بعد ساعتين. ففي بعض الاحيان بتبقى في بعض الخطوات هيومن بيعملوها، وبعض الخطوات بتبقى الكمبيوتر بيقدر ان هو ينفذها. فانا لما باجي اعمل بزنس بروسيس يهمني ان انا احدد ايه الهيومن يعمله وايه الكمبيوتر يعمله. لما اجي اعمل انهانسمنت او اجي اعمل اوتوميشن، في احيان كتير قوي بيهمني ان انا احسن ازاي السيستم، مش امشي وراه واخلي الكمبيوتر يعمل كل حاجه، بدل ما كان بني ادم بيعملها كمبيوتر هو اللي ايه اللي مثلا يقول لك فين الباسبور ويبدا ان هو ضيع وقتك مثلا او يوقف معاك شويه ما بيعملش حاجه. فغالبا انا هحتاج ان انا ابص البروسيس كحته واحده، ودي غالبا من اكتر المشاكل اللي بتحصل، ان احنا بشيل البني ادم واحط مكانه كمبيوتر بيفكر زي البني ادم او بيعمل نفس الاخطاء اللي بيعملها البني ادم. فدي من الحاجات اللي هي المفروض ناخد بالنا منها ونراعيها يعني. تمام. طبعا انا هنا غالبا دوت اللي هو شيت 1 غالبا نمبر اوف كويشنز، يعني هم اللي موجودين في شيت 1 اللي هو يعتبر انترودكشن الموضوع. فاحنا انا قلت اكتبهم في المحاضره دي بالمره، نبقى احنا عارفين ايه يعني المفروض المعلومات الاساسيه اللي انتوا لو انتوا شايفين انها حاجه نظري نبقى فاهمين الديفينيشن بتاع يعني ايه بزنس بروسيس مانجمنت. طبعا مانجمنت يعني اداره، وبزنس بروسيس معناها ان انا عندي عمل معين، مش شرط ان هو يكون كمبيوتر. العمل ده ممكن يكون مصنع مثلا بيعمل مانيفاكتشرنج مثلا لحاجات سلعه مثلا بنبيعها في سوبر ماركت، فالبيزنس بتاع السوبر ماركت ان هو بيبيع وهو بيستقبل الايتيمز بتاعته من بره، من يعني بيدخلها المخازن، دي تعتبر بروسيس، وهو بيبيع للناس تعتبر بروسيس ثانيه. ففي عندنا بيزنس، والبيزنس دوت متقسم لاجزاء، فكل جزء من الاجزاء بتاعته غالبا هيبقى فيه بينهم وبين بعض علاقات. العلاقات دي غالبا بتحصل عن طريق ان بروسيس لما بتخلص بتشغل الثانيه، او ان انا عندي في بعض الاحيان بيبقى فيه زي انفورميشن شيرد بينهم. يعني مثلا في بروسيس بتبدا تقول ان انا دخلنا مثلا 5 تلفزيونات مثلا في المخزن، والبروسيس مثلا بتاعه البيع بتبدا تشوف احنا عندنا عندنا تلفزيونات في المخزن ولا لا، ولو في تلفزيونات في المخزن وحد عايز يشتري يبدا ان هو يسحب من الايه من المخزون اللي عنده. فخلينا نبدا في الديفينيشن. طب دكتور معلش، في ناس عايزه تدخل، ممكن تعمل لهم اكسبت؟ تدخل نعمل لهم اكسبت يعني. اوكي اه اوكي طيب تمام. طبعا اول حاجه وات از ذا بزنس بروسيس. طبعا يعني الهدف منه اللي هو الديسكفر، ان انا اعرف البيزنس بيشتغل ازاي، او الاخرين يبقوا شايفين البيزنس بيشتغل ازاي. مثلا حد راح بيشتغل في مكان جديد مثلا يبقى فاهم ايه اللي بيحصل. موديل يعني ايه موديل؟ يعني اوصف ببساطه ايه اللي بيحصل، او زي ما بيقولوا كده اقول الخطوات من غير التفاصيل بتاعتها، بيحصل 1 2 3 4 عشان نعرف نوصل لهذا الايه الهدف، او نخلص الايه البروسيس بتاعتي. انالايز طبعا الفايده بتاعتها انالايز يعني احلل،
ممكن طبعا احلل ايه، احلل الكوست، احلل التايم. يعني عندي حاجه كبيره او مش كبيره، حته واحده وعايز اقسمها لاجزاء صغيره. هي مثلا انا عارف في البروسيس اون افريج عشان اشتري مثلا حاجه من السوبر ماركت دوت بتاخد مثلا 30 دقيقه، فانا بقسم البروسيس بتاعتي على اجزاء صغيره وبشوف ايه الجزء اللي واخد اكتر من حقه، او كل جزء فيهم واخد وقت قد ايه، ايه اللي ممكن احسنه، ايه اللي مش ممكن احسنه. فده اللي بيسموه الاناليسز. طبعا تحليل التايم. حاجه تانية طبعا اللي هو تحليل الكوست. كل خطوه بتحصل غالبا في حد بيعمل لك خدمه، والحد دوت المرتب بتاعه مثلا الشهري متقسم على الخدمات اللي بيعملها، فغالبا ممكن احول الكلام دوت لايه، لكوست. يعني ماركت بيدفع للناس لكذا كذا كذا، فغالبا يهمنا ان احنا نحدد الكوست والريسورسز والايه والتايم بتاع الايه، بتاع الخطوات الصغيره بتاعه البيزنس بروسيس بتاعه. طبعا ميجر، ازاي نقيس الحاجه. اهم حاجه بعد الاناليسز والميجر ان انا اقدر امبروف. طبعا وانس ان انا اعرف ازاي الدايركشن بتاع الامبروف، عايز اوبتمايز. اوبتمايز معناها ان انا اماكسمايز الامبروفمنت بتاعتي. يعني مثلا التايم يبقى اقل ما يمكن، الكوست تبقى اقل ما يمكن، طبعا الكلاينت ساتسفيكيشن يبقى مبسوط على قد ما نقدر، كومبيرد طبعا او يعني كومبرومايز مع التايم والفلوس، لان انا ممكن الناس تبقى هابي قوي واحنا نبقى بنخسر كشركه. فيهمني ان طبعا اوازن بين الجولز بتاعتي او بين الاهداف بتاعتي. كمان اوتوميت البيزنس بروسيس، يعني يهمني في خطوات كتير قوي ان انا اخلي بعض الخطوات اللي ممكن بني ادم بيعملها انها تتم عن طريق تتم عن طريق كمبيوتر. فاحيان البني ادم بينتراكت مع الكمبيوتر ان هو مثلا بيدخل انبوت للسلعه، فانا ممكن ان انا احد من تعامل البني ادم شويه، او ما اخليش البني ادم مثلا يقعد يجمع مثلا الايتمز مثلا في السوبر ماركت، لان ممكن ياخد وقت اكتر وممكن يغلط اكتر وممكن ما يبقاش متصدق اكتر كومبيرد بان يعني الرسيب بيجي لك في السوبر ماركت انت على طول بتدفعه وخلاص. فغالبا في فاكتورز كتير لازم ناخد بالنا منها، ليه الكمبيوتر ممكن يكون احسن من ايه، من البني ادم. طيب خلاص احنا كده فهمنا يعني ايه بيزنس بروسيس مانجمنت، ليه هي يوسفول، او ليه سبيشال الموديلنج يوسفول. طبعا الموديل يوسفول لان ايه، دايما انت لو مش فاهم حاجه هتحاول ان انت ايه تقسمها لخطوات، تقول هي بتعمل كذا بتعمل كذا بتعمل كذا، خطوات. فالخطوات دي معناها ان انت بتشيل التفاصيل وبتحط بس الحاجات اللي هي الايه المهمه، او الخطوات عناوينها. فدي بيسميها موديل. يعني كانك بقول انت عشان مثلا تابلاي على الكورسز الجديده في الترم اللي احنا فيه دوت، عملت ايه، عملت ريجستريشن، والريجستريشن جت اكسبتنس مثلا من الادفايزر، وفي الاخر السيستم مثلا راجعها، وفي الاخر ماضينا على فورم. ممكن يبقى في مجال اللي اسمها ايه للاد والدروب، وفي الاخر خالص بتبقى انت خلصت البروسيس بتاعت ادينج الكورسز، وتبقى انت طبعا جاهز تعمل بروسيس تانية بتاعتك كبني ادم، ان انت تبدا مثلا تذاكر او تبدا تجيت انفولد في الايه، في الكورسز بتاعتك. ففكره الموديلنج دي لوحدها من الافكار الكويسه، لانك انت ممكن على الموديل ذات نفسه تعرف تعمل استيميشن للتايم هياخد وقت قد ايه، تعرف تحسب الكوست، تقدر طبعا تعمل انهانسمنت وانس ان انت عندك بيزك او وانس انك عندك موديل. اوكي يا جماعه. طيب دكتور معلش اسف قاطع حضرتك، بس هو في واحد صاحبي بيحاول يدخل، بس يعني عمل ريكويست ولسه مستني حضرتك تدخله. يعني طيب تمام. فطبعا كنا بنتكلم على ليه الموديل مهم، او ليه الموديلنج ان جنرال مهم. فالموديلنج دي يعني كانها زي خطوه الايه الريكويرمنت في الاول خالص، ان انت عايز تعمل حاجه وبتمثلها بشكل بحيث ان احنا نبقى فاهمين انت عايز ايه، او فاهمين ايه الخطوات اللي بتحصل. يعني طبعا وانس ان عملت موديل
ابدا اشوف علاقات البروسيس المختلفه مع بعض، مين هيبقى انفولفد مثلا كهيومن، السوفت وير اللي انت محتاجه هتبقى محتاجه في انهي خطوات، الدوكيومنتس الشيرد او الانفورميشن اللي شيرد بتوين البروسيس المختلفه، كل الكلام ده هيبان مع الايه، مع وجود موديل. من غير موديل غالبا الدنيا هتبقى شويه فيج، او يعني حسب بقى الظروف، لو انا خدت بالي او ما خدتش بالي ممكن اعمل حاجه والاقيها انها ناقصه اعدل فيها تاني، لان انا نسيت مثلا ان في حد محتاج يرجع السلعه مثلا، فالبروسيس دي انا ما حطيتهاش في دماغي وهكذا. طيب طبعا الحته الثانيه بعد كده ليه الموديلنج، ليه الموديلنج طبعا هو مهم، ده احنا قلناها خلاص. ايه طبعا يعني ايه العلاقات بين اليو ام ال والبزنس بروسيس موديل؟ اليو ام ال غالبا بعمل زي موديل يونيفايد موديلنج لانجويج عشان اعرف اعمل بيها كمبيوتر، اعرف اعمل بيها برنامج كمبيوتر سوري يقدر ان هو يفيدني ويشتغل تحت الكمبيوتر. هعمل حاجه شبه كده بالظبط بس عشان ابقى فاهم ازاي الناس بتشتغل، او اخليهم يشتغلوا على الموديل ده. يعني في احيان كتير انا لسه بعمل الموديل الناس هتشتغل ازاي، فببدا ان انا احط لهم البيزنس بروسيس موديل اللي على اساسه هيبداوا ان هم يشتغلوا بطريقه كويسه. اليو ام ال زي ما احنا ممكن نكون فاكرين الكلمات اللي فيه سترونج، الكلمات اللي فيه قويه، مثلا سيف، لود، اوبن، رايت، دو سمثينج، خطوات محدده. انما غالبا البيزنس بروسيس لان فيه غالبا بني ادم هو اللي هيعملها، فانا بديله زي هدف عام، او بديله زي مثلا مانج، كونتريبيوت، ريفيو، تشيك، سمثينج لايك ذس. الوردز بتاعته شويه تعتبر ضعيفه عن الورد اللي موجوده مثلا في الايه، في مثلا في البيزنس بروسيس سوري في اليو ام ال مثلا يوز كيسز، يعني اليوز كيسز بتبقى شويه بيعمل حاجات محدده اكتر من الايه، الحاجه الجنرال اللي ممكن بني ادم يعملها، هيبقى في عنده شويه فرايتيز وممكن يبدا البروسيس وينهيها مثلا مش بوقت ريستريكتد قوي زي الايه، زي الفانكشن بتاعت الكمبيوتر ما تبدا تشتغل كويس. طبعا الكورس هيبقى فيه ايه او هيهتم بايه؟ هيهمني قوي فكره ان انا ازاي البروسيس مانجمنت، فكره المودلز المختلفه، طبعا فكره الاناليسيس ازاي سبيشالي احسب التايم، وخصوصا البروسيس اللي فيها ريبيت او فيها تشيك، ممكن مثلا واحد يروح يودي ريكت بتاعه يطلع فيه غلطه يرجع يعمله مره ثانيه، بالتالي التايم بيزيد، التايم بيزيد مره اثنين ثلاثه، وفي احتمال مثلا ان هو بعد خمس مرات يبقى خلص. فازاي اعرف احسب التايم بتاع حاجه زي كده، وازاي راندوملي يعني اقول ان انا هيبقى في عندي 100 واحد ممكن خمسه منهم يشتغلوا بطريقه بيرفكت خلاص من اول مره، و95% منهم مثلا يربيت مرتين، والباقيين مثلا ما يربيت مثلا خمس مرات. استيميت التايم اكوردنج للايه، لليوزرز المختلفين، او اقدر طبعا يبقى في عندي فرايتي اقول لو اليوزرز كلهم كويسين البيست تايم، لو اليوزرز كلهم مثلا هيبقوا مملين او الريكوست بتاعهم هيحتاج ريفيجن جامده فهيبقى ايه الوضع. فكاني بقى استيميت افريج وماكسيمم ومينيمم بالمنظر ده، لان انا في عندي دايما حاجه مش عارفها اللي هي هل الداتا صح ولا محتاجه تتصلح، هل الريكوست اللي جاي انا لسه مش عارف، كاني عملت برنامج وما دخلتش الانبوت، فمن الاول بقول ده لما يجي ران هياخد وقت قد ايه، انا مش عارف اكس هتبقى بواحد ولا باثنين، بس ممكن اقول ان احتمال مثلا 50% من مرات اكس تبقى بواحد، واحتمال التاني ان اكس تبقى بايه، اكس تبقى باثنين. فكاني بالشكل دوت بقول البرنامج ده الرام بتاعه ممكن ياخد وقت قد ايه. فدي الفكره اللي هي الفكره العامه يعني بتاعت ازاي اخد بالي من الـ analyze التايم يعني كويس قوي. طبعا analyze in general معناها ان انا اقسم التايم على الاكتيفيتيز، اقسم التايم على البروسيس، لو في بروسيس بتسبق بروسيس تانية وهما الاثنين لازم يشتغلوا، يكون مخلصهم هما الاثنين يعني، فلازم ابقى عارف ان انا الاوبتمايزيشن بتاعي مثلا واحد لازم يخلص اكس واي،
ما ينفعش ان انا احط ايفورت جامد قوي في ان انا اخلي اكس صغيره واسيب واي طويله او واي انها تبقى تقيله، ما حدش هياخد بنفيت كده. انما لو وزنت الايفورت بتاعي بين اكس واي ممكن الاوفر اول الكلاينت يبقى هابي. فلازم اخد بالي البروسيس المختلفه والبرانشز بتاعتها علاقتها ببعض، هل هو اند يعني لازم يشتغلوا مع بعض ولا الترناتيف ولا يعني يعني ديسجوينت يعني يا ده يا ده سيليكشن يعني من واحد من الاثنين. فطبعا في حاجات كتيره هنبدا ان احنا نتكلم عليها اللي هي شويه تشبه لللوجيك بتاعنا في الايه اللي احنا عارفينه في اللوجيك وفي الكمبيوتر يعني. المهم ان احنا بعد كده هنتكلم على البيزنس بروسيس امبروفمنت، ازاي احسن بروسيس معينه بعد ما عرفت انها عندها مشاكل ايه. وفي فكره من الافكار المهمه جدا اللي هي التولز بتعملها اللي هي بيسموها البيزنس بروسيس مايننج او البروسيس مايننج. والبروسيس مايننج دي ممكن تبقى انت عارف البروسيس وعايز تشوف البوتل نيكس بتاعتها فين، او حتى انت مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط وعايز تفصل الموديل من اول وجديد. يعني كان الشغل شغال بس الناس مش عارفه البيزنس بروسيس زي ما بيحصل في معظم الحاجات يعني. يعني الديبارتمنت شغال او السيكتور شغال وكل حاجه ماشيه تمام، بس هم مش عندهم ما عندهمش موديل. فغالبا ممكن بقى حد يخش كده كيس باي كيس او يعني جوب جوب، راحت عند مين الاول الموظف ده والموظف دوت اسمه ايه او هيئته ايه، هو يعني الرول بتاعه ايه، خد وقت قد ايه عنده، وبعدين راحت عند ده راحت عند ده. فابدا ان انا ابقى عارف زي باصز كده وابدا ان انا الينك الباصز دي مع بعضيها، فبالتالي هبقى عندي فكره على الشغل بتاعي شغال ازاي. يعني كاني هريفرس انجينير الموديل من الايه من واقع العمل. كويس قوي. طبعا اخر حاجه هناخد فكره عنها من الحاجات اللي هي موجوده دلوقتي كتير اللي هي بيسموها الار بي اي، اللي هي ان انا على قد ما اقدر يبقى عندي كومباني شغاله عايزه اغير في شويه في الرولز بتاعتها. فبدل ما بحتاج ان انا اكتب الكود مره تانيه، غالبا الكود بيبقى حاجه تقيله او حاجه كبيره، فغالبا بحتاج زي برنامج كده يعمل سكريبت، برنامج صغير يعمل سكريبت ويقول لي انا دلوقتي هعمل كذا دلوقتي هعمل كذا، بدل ما انا محتاجة يعني اتعامل مع البرنامج الاولاني او البرنامج اللي هو القديم اللي هو غالبا التغييرات فيه بتبقى شويه صعبه يعني. فغالبا بيبقى في عندي فكره ان انا يبقى عندي مثلا بارامترز اقدر اغيرها بسهوله. فدي طبعا الحاجه اللي هي موجوده دلوقتي اللي هي بيسموها الار بي اي. فطبعا دي هناخد فكره عنها مع نهايه الكورس ان شاء الله. طبعا هيبقى في موديل، هيبقى في حاجه اللي هي بيسموها نوتيشن. نوتيشن يعني ازاي برسم الموديل ده او ايه اللانجويج اللي بكتب بيها الموديل ده. فطبعا من الحاجات المشهوره قوي حاجه اللي هي بيسموها البي بي ام ان او النوتيشن بتاعه البيزنس بروسيس موديلنج او مانجمنت. فدي من الحاجات اللي هي يعني هنحاول ان احنا ناخد عنها فكره كويسه يعني. طبعا هيبقى في بعض الريفرنس بوكس بحيث ان احنا ممكن نرجع لها كاكزامبلز وكبرنسبل في الامبروفمنت، لان دي من الحاجات اللي هي مهمه ممكن تفيدنا ان احنا نعرف مثلا كاني يا جماعه مثلا عندي لوب وبحرك حاجه فيها لقدام او برجع حاجه فيها لورا، فيهمني ان اللوب مثلا بتتشك مثلا على صفحه مثلا رقم 5 في الريكوست بتاعك، فانا بدل مثلا ما خليه تشك على الهول دوكيمنت ممكن اخلي يتشك على اول حاجه على الاربع دوكيمنت بره اللوب، على الاربع بيج سوري بره اللوب، وبعدين تبقى في صفحه واحده بس اللي هي تخش في اللوب. فحاجه بالمنظر ده او افكار يعني من هذا القبيل، وازاي نعمل حاجه بارل مع بعضيها، اخد بالي مين اند ومين اور، البرنسبلز دي كلها ممكن تفيدني في ان انا ازاي اعرف اعمل امبروفمنت او ازاي احط ايدي على المشاكل اللي موجوده في اي بزنس بروسيس بعد ما ابقى عارف الموديل بتاعها ايه. كويس تمام. فطبعا هنبدا ناخد اكزامبل يعني زي ما احنا شايفين الرسمه دي. هنا عندنا مثلا بني ادمين وعندنا برامج كمبيوتر وبيشتغلوا، واحنا شويه
شايفينهم بيشتغلوا خلاص، طب يعني ازاي اشتغلوا او اشتغلوا كام، خلصوا كام سايكل مثلا، الحاجات دي كلها ما تبانش غير اما نبقى عارفين البروسس، يعني مين فيهم انفولفد مثلا في البروسس الاولانية، مين فيهم في التانية، والبرامج الكمبيوتر دي كل واحد فيهم بيكونتريبيوت ايه، لو في فايلز مشتركة او في دوكيمنت مشتركة، هل الدوكيمنت دي حاجة مانيوال ولا حاجة موجودة يعني سوفت كوبي جوه الكمبيوتر ولا ريموت مثلا محتاجين نجيبها مثلا من بره. فغالبا الحاجات دي كلها من الحاجات اللي هي المهمة اللي في الاخر بفهم منها، او بدل ما الدنيا كده المنظر ده معناه ان هم ايزوليتد ايلاند، يعني ايلاند بعيدة عن بعضها، فالموديل هو اللي بيلينك كل حاجة مع بعضهم، هو كأنه الكوبري او البريدج اللي بيوصل كل حاجة بالتانية. كويس. طيب اول خطوة اللي هي البروسس. يعني ايه بروسس؟ البروسس احنا بنعتبرها الوحدة بتاعت البيزنس. اوكي، فالبروسس هي كأنها عاملة زي السيرفس، او زي ما بنقول في الكمبيوتر يوز كيس. الكمبيوتر بتاعي او البرنامج ده بيعمل يوز كيس واحد، يوز كيس اثنين، يوز كيس ثلاثة. الشغل دوت او مثلا المستشفى دي او الكلية ديت بتعمل بروسس واحد اثنين ثلاثة اربعة، دي اللي ممكن تطلبها من الناس اللي شغالين في الاقسام بتوعها ان جنرال. ممكن يكون شؤون العاملين، ممكن يكون الطلبة، ادارة الخريجين، اي حاجة منهم بيعمل number of ايه، number of process. كمثال ممكن طبعا نبدأ ان احنا مثلا نتفرج على fault to resolution، معناها ان في حد عنده مشكلة مثلا في جهاز معين مثلا عنده في البيت، مثلا الغسالة مثلا باظت، هيبدأ ان هو يعمل خطوات. الكلاينت اللي هو احنا الغسالة بتاعتنا باظت، هنعمل بعض الخطوات فيها. الكمباني هتستقبل المكالمة بتاعتنا دي، كده بداية الايه البيزنس بتاعهم هتبدأ تشتغل، او البروس بتاعتهم هتبدأ تشتغل، لحد ما انا في الاخر بتبقى اصلح مثلا الايه التلاجة بتاعتنا او الغسالة بتاعتنا، وبنقول لهم احنا اوكي كده احنا ايه تمام، او مثلا بندفع فلوس الحاجة اللي صلحت لو هي مثلا بره الضمان، ويبقى خلص كده الايه الران بتاعت الايه بتاعت البروسس دي. فطبعا دي من الحاجات اللي هي المهمة، اللي هي ان احنا نبقى عارفين يعني ايه بروسس. غالبا البروسس بتستارت بايفنت وتنتهي بايفنت، بتستارت بايفنت وتنتهي بايفنت، وهي عبارة عن مجموعة من الاكتيفيتيز ممكن يقوم بيهم واحد او كذا واحد، وممكن طبعا يبقى التايم بتاعها مش كونتينيوس، يعني ما تبقاش كلها ورا بعضها. فطبعا يعني بالمناسبة ممكن الايفنت بتاعتنا غالبا بتبقى سيركلز، فغالبا دي اللي هي a call has been received مثلا by the client، دي البروسس بتاعتي. ممكن طبعا البروسس يبقى فيها في الاول واحد بني ادم هو اللي بيرد عليك في المكالمة ويقرر، او بعد ما يتكلم معك شوية يقرر مثلا هيروح عند ده او ده او ده. غالبا مثلا ممكن يبقى في عندنا نوع من انواع السيليكشن، ممكن مثلا يقول لك انت كنت ناسي مثلا باب الغساله مفتوح وهي بتشتغل، فده كان المشكله، حاجه تريفيال يعني. او يبدا يقول لك انا هودي لك مثلا فريق صيانه بتاع كذا، او هخلي حد تاني يصلحها لك. فممكن ان هو ينتج عن المكالمه دي عده طرق، همشي كده او همشي كده او همشي كده، وفي بعض الاحيان ممكن طريقين يشتغلوا مع بعض. فهنا ممكن يبقى فيه بقى زي ايه اند او اور او اكسكلوزيف اور، فممكن اي حاجه من الحاجات دي هبدا ان انا احطها عندي في الايه في البروسيس بتاعتي. كويس قوي. معلش يا دكتور، هي السلايد ثابته مش عارف ده عندي ولا عند كله. انتوا شايفين دلوقتي انا برسم على على السلايد بالبين؟ لا هي واقفه عند كورس اوبجكتيفز. واقفه عند ايه؟ كورس اوبجكتيفز. انا عندي كده برضه كلها واقفة عندكم. طيب انا في مثلا مجال ان احنا نعمل فيها اللي كنت بتكلم فيها على ان انا عندي تو ايزوليتد ايلاند، وبعدين بدأنا ان احنا ها رقم 11 تمام كده، شايفين رقم 11.
فطبعا احنا هنا عندنا يعني كمثال على الامثله بتاعه البروسس، ان انا عندي انا ككلاينت بعمل ايفنت اللي هو ان انا عملت كول، حد استقبل الايفنت ده وبدا ان هو يعمل له بروسس، غالبا ممكن يبقى هيومن، وممكن مثلا يبقى فيه رسمه مثلا هيومن هو المسؤول عن حاجه زي كده، ممكن مثلا يبقى فيه برنامج مثلا كمبيوتر هو اللي بيعمل الخطوه دي، يبقى فيه مثلا حد حبعت مسج، غالبا يعني مثلا ممكن تتنهي بايفنت كده، فمعناها او سوري او بروسس، خليها معلش بروسس، ممكن نمسح الحته دي عشان ما نبقاش شكلنا ملخبط الدنيا. بروسس، والبروسس دي بتطلع ايفنت، والايفنت ده ممكن يكون كول مثلا الراجل اللي هيجي يصلح او التيم اللي هيجي يصلح لنا قبل المنظر دي حاجات ظريفه اللي احنا فاهمينها يعني. فده ارو وبينتهي بسيركل اللي هي معناها ايفنت هيحصل يعني. وغالبا هلاقي في حته ثانيه الايفنت ده لما يجي للراجل مثلا بتاع الايه المينتنانس تيم، هيعمل ايه المينتنانس تيم مثلا، هيعمل ترافل يوصل عندك يبدا يصلح الحاجه، وفي الاخر مثلا يعمل بروسس ان هو بيكتب ريبورت ان هو بيقول ان انا خلاص خلصت الايه اللي حصل ده، وغالبا بعد فتره كاستمر سيرفيس يتصلوا بيك ويقول لك ان كده الموضوع ايه خلص، وانت لو تحب تعمل لنا ايفالويشن او تجيب فيدباك كل حاجه منها عباره عن شغل بيحصل، ممكن برنامج كمبيوتر بيعمله او بني ادم بيعمله او بيعمل ريبير بايه، وفي الاخر بيريبورت حاجه حصلت. فغالبا دول كلهم مع بعض هم الايه هم البروسيس بتاعتي، كل واحده منهم اسمها اكتيفيتي، وعندنا ايفنت. يعني غالبا الاكتيفيتيز بتريجرد باي ايفنت، في ايفنت في الاول هو اللي شغلها اللي هو زي ده، في بعض الاحيان الموضوع بينتهي او الحته دي بتنتهي بالايه بايفنت معين، والايفنت ده ممكن يكون ايه قال مثلا للراجل دوت عمل له سكادول مثلا التايم بتاعه، انت مثلا بكره هتروح تصلح مثلا في المكان دوت الساعه 9 مثلا، فهو بقى بعد كده يبدا يبص على الايه على الانفورميشن اللي عنده، ويبدا ان هو ايه يبدا يروح يصلح في الوقت دوت في المكان الايه المتفق عليه. فطبعا دي المقصود بالايه بالبيزنس بروسيس. انا بقى هيهمني مثلا ان انا اقيس التايم بتاعها، ممكن الراجل ده بياخد وقت كتير قوي على بال ما يرد، بيكون فيه ويتنج ليست، فممكن اخلي كذا واحد يتكلم كذا واحد يرد عليك، فبالتالي الخطوه دي لو هي البوتل نيك ممكن ان انا احاول احسنها. لو انا عندي عدد قليل من الناس اللي هم بيصلحوا، ممكن ان انا اخليهم اكتر، ممكن اخليهم اكتر من غير ما ادفع لهم فلوس اكتر، بحيث مثلا حسب الشغل بتاعهم حسب الفيدباك، فيبقى في عندي زي كومبرومايز بتوين الايه الكوست اللي هدفعها للناس مع هم بيعملوا شغل كتير او موجودين وما بيعملوش شغل ولا لا. طبعا اوبتمايز الوقت ان هم بينج ايديال، الحاجات دي كلها من الحاجات اللي هي الواحد لازم ياخد باله منها وهو بيديزاين البروسيس بتاعته عشان تبقى افضل ايه افضل ما يمكن، طبعا من وجهة نظر الايه الشركه، ومن وجهة نظر الشركه برضو ان انت يهمهم ان انت تبقى هابي ككلاينت يعني او ككاستمر يعني. كويس قوي. طيب يعني هنا بس خلينا نشوف المثال ده. طبعا ده احنا مثلا متضايقين الوشنج ماشين بتاعتنا باظت، فغالبا انا اللي هرسمه دلوقتي اكتر ما يكون لرسمه اللي هي يعني فيري انفورمال. هيتكلم الكول سنتر اللي هو مثلا بتاع التصليح، الكول سنتر هيحاول يعمل سيرفيس ديسباتش، يعني هيخلي حد يروح عندك يصلح. التكنيشن طبعا هيروح عندك، غالبا ممكن مثلا يكون محتاج قطع غيار، هيكلم الناس بتوع الصيانه على اساس مثلا ان هو يعرف ان انت محتاج تدفع فلوس ولا لا لانها لسه في الضمان مثلا، وفي الاخر هيكلموك مره تانية يقولك ان الدنيا بقت ايه اوكي ولا ما بقتش اوكي. فغالبا اللي حصل ده كذا واحد جيت انفولفد وكله على بعضه هو في الاخر هو البيزنس بروسيس اللي هي بتاعه التصليح. ممكن طبعا احس انها
مرضية أو غير مرضية، أو إن في حتت بتبقى تاخد وقت أكتر من حتت تانية، فدي اللي هنعمله في الإيه؟ في الأناليسز، وبعدين نعمل إمبروفمنت، وممكن نعمل أوبتمايز عشان أقدر أحسن الإيه؟ البيزنس بروسيس بتاعتي. إحنا كبرامج كمبيوتر ممكن طبعاً بعض هذه الخطوات تتم أوتوميتد، وبعضها يعني ممكن كتير قوي في الحاجات اللي برا، ان انا مثلا ممكن اكلم تليفون يرد عليا مثلا رسالة مسجلة ويقول لي قول لي ايه العطلة، واختار مثلا من مينيو، وفي الاخر هو يبعت يعني يعمل ديسباتش مثلا للتكنيشن دايركت يعني. فحاجة زي كده ممكن تبقى سريعة، ممكن طبعا تليفون يحطك على هولد، او ممكن طبعا تعمل حاجه زي مثلا مسج تبعتها او اس ام اس، او في بعض الاحيان بيبقى في عندك زي اس ام اس انتراكتيف، يعني تبعت حاجه وترد بالريسبونس. فغالبا دي من الحاجات اللي ممكن ما تاخدش وقت لو شويه بقت بقت كمبيوترايزد يعني. لو دي مثلا وقتها كان سي مثلا كان دقيقه، وانت حسنته مثلا ل 30 ثانيه، والراجل ده لسه بياخد ساعتين مثلا او بياخد 3 ساعات عشان يكلمك عشان ننهي الموضوع، فغالبا انت مش هتستفاد قوي. فيهمنا قوي ان احنا زي ما بيقولوا ابقى فاهم البروسس بتاعتي هتبقى يعني تتحسن قد ايه وبإفورت قد ايه. فدي من الحاجات اللي هي المهمه اللي هي تخليني اعرف اخد قرار اعمل حاجه ولا مش مش مستاهله اعمل الخطوه دي دلوقتي. في كمان حاجه كويسه قوي هنتكلم عليها، اللي هي خصوصا في الجزء بتاع التايمينج، اللي هي بيسموها الافشنسي بتاعت البروسس. نتخيل ان انا في وقت كتير قوي بيضيع، الراجل ده بيكلم الناس بتوع المخازن بيقول لهم عندكم ده، يردوا عليه مثلا بعدها بيوم بعد مثلا ما يعملوا جرد يقولوا له اه عندنا او لا ما عندناش، بس بعد ما يكونوا مثلا خدوا استهلكوا وقت كبير قوي. الوقت الكبير ده فايدته ايه؟ فايدته ان انت يعرفوا ان الحاجه موجوده او مش موجوده، يعني كانهم بيعملوا تشيك او بيعملوا بريبريشن او بيستقبلوا الداتا، بيستقبلوا المكالمه او المراسله. فالوقت ده بيسموه نون فاليو او تايم اوف نون فاليو يعني. وفي الوقت طبعا اللي هم بيجيبوا فيه السبير بارت بيدهوله ده يعتبر وقت ليه فاليو. فغالبا يهمني قوي ان انا اخد بالي من الايه التوتال تايم كومبيرد مع الايه مع النون فاليو، او الفاليو كومبيرد مع التوتال تايم. فغالبا ده بيسموه الايه، طبعا الحته دي مش دي حاجه مش كويسه محتاجين نقللها. الحاجه الكويسه اللي انا محتاج انها تبقى عاليه او تبقى زايده الفاليو على التوتال تايم، الفاليو على التوتال تايم. فطبعا لو الان فاليو دي صغيره او الفاليو كبيره من البروسيس فغالبا هتبقى حاجه كويسه، معناها ان الخطوه دي ما بتضيعش وقت كبير قوي. ففي بعض الاحيان يهمني قوي ان انا ابص على الخطوات واشوف النون فاليوز اللي فيها وابدا ان انا اقللهم، او ابدا ان انا افكر ان انا اعمل لها ري انجينير. ري انجينير يعني ايه؟ اعيد هيكلتها، او افكر في الحاجات اللي هي دايما عندنا مش عندنا. طيب ما انت انت مثلا ممكن تعمل ويب سايت ويبقى على طول مثلا ابديتد بحاجه بالتايم بتاعك، كل ما بتسحب حاجه تحطها الويب سايت فالناس تبقى شايفه على طول اللي هم التكنيشن، يعني بلينك بسيط كده او بدبل كليك بسيطه ممكن يعرف الايتم ده موجود او مش موجود، بدل المراسله ما تاخد وقت كبير. فدي طبعا من الحاجات اللي هي ممكن الواحد يبقى فاهم الوقت بيضيع في ايه، وبعدين على هذا الاساس يصلح الايه الحاجه اللي بتضيع الوقت ده. فطبعا الموضوع فيري لوجيك كورس، يعني من الكورسات اللي هي الظريفه اللي فيه لوجيك بطريقه عاليه يعني. فطبعا يعني في الاخر المفروض الكاستمر دلوقتي ان هو شكله بقى هابي، يعني بعد ما ما نحاول نحسن البروسيس بتاعتنا، وبعد ما نديله فاليو. طبعا الفاليو اللي هي ان هو صلح المشكله بتاعته او ان هو استفاد بالمشكله بتاعته. انا دلوقتي ممكن اعرف احسب التايم اكزاكتلي لما واحد معين يقول لي هو عمل كذا 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 كذا، بس وات اباوت ان انا بعمل ديفاين للموديل، يعني لسه بكرييت الموديل، انا غالبا هحتاج اعمل استيميشن. يعني ابدا ان انا اقول هفترض كذا هفترض كذا، متهيألي ده ممكن يخلص في وقت قد كده. فغالبا الاستيميشن دوت غالبا هيبقى في مجال
للافرج سايكل تايم او الافرج سيرفيس تايم في كل اكتيفيتي واجمعهم مع بعض. طبعا اذا كانوا بارل او سيريز اقدر طبعا في الاخر ان انا اقول التايم بكام. كويس قوي. فطبعا يعني ده بقى مثال على الحاجات اللي هي الحقيقية. هنا في عندنا لو انتم شايفين في كاستمر وفي عندنا واحد اسمه اكسترنال اوديتور. طبعا اوديتور ده كأنه واحد بيراقب ايه اللي بيحصل او بيراجع ايه اللي بيحصل بحيث انه يتأكد من الجودة مثلا او يتأكد من الشغل ماشي مظبوط. وفي عندنا اكتيفيتيز اللي هي الراوندد ريكتانجلز وفي عندنا سيركلز اللي هي الايفنت. غالبا الموضوع بيبدا من الكاستمر بيسبميت ابلكيشن, دي اكتيفيتي موجوده عند الكاستمر. الابلكيشن دوت لما هيبقى سبميتد هيبقى ريسيفد هناك عند اللي هم مثلا اللي ايه اللندر او الراجل اللي بيستقبل. وفي عندنا حاجتين لود اوفيس لون اوفيس سوري, وفي عندنا حاجه تانية اللي هي بيسموها ها اندر رايتر. اوكي انا شايف, انا حاسس ان انا مش شايف كويس فمش مشكله دلوقتي. في عندنا ده الراجل اللي هو بيبعت الحاجه او اللي هو الكاستمر, ودي الشركه ذات نفسها. والشركه ذات نفسها فيها قسمين او فيها مكانين, فده عشان كده هم مرسومين بيسموهم ان هم اتنين اندبندنت من بعض, واللي بيحصل بينهم غالبا بيبقى مراسلات. يعني دوكيومنت مثلا بيروح, دوكيومنت بيجي من هنا لهنا, مكالمه. ممكن طبعا الدوكيومنت يبقى هو المكالمه اللي هو الراجل كلمها اللي هو الابليكيشن ده, او اتبعت بالميل. فغالبا لما الميل يوصل هكمل بقى عند الشركه. فاول حاجه هشوف ان الكلام ده ممكن يبقى ابروفد كوركتلي بسرعه يعني ولا لا. لو هيبقى ابروفد كوركتلي همشي مع اليس. لو في مره تانية ما ينفعش يبقى ابروفد محتاج تشيكنج مثلا, فانا هحتاج اعمل له ريفيو. فطبعا الريفيو دوت هيحتاج مثلا ان هو يتاكد مثلا من الكريدت بتاعه ان هو عنده كريدت كافي. اندر رايت, اوكي اندر رايت ابلكيشن اللي هو كانه حد بيدوكيمنت, يعني اللي هو عشان كده هنا في واحد اسمه اوديتور. اوديتور يعني كانه بيدوكيمنت او بيعمل زي لوج كده ايه اللي حصل. فهنا طبعا هبدا ان انا اعمل الايه, اشغل الايه الموضوع ده. وهنا زي برنامج هو اللي هيعمل الكلام دوت وهيسجله في داتابيز. فالحاجات دي كلها من الحاجات اللي هي المهم. بعد ما بيعمل الكلام ده كانه خلاص يعني عمل خطوه فرعيه, ويرجع يقول له كمل تاني مكان ما انت كنت رايح. طبعا هنا الراجل ده ما عندوش كريدت, هيقول له سند ريجكشن, يعني هيبعت له يقول له انت طلبك مرفوض عشان ما عندكش كريدت. اوكي otherwise طبعا ممكن ان هو لو في لون مثلا ابروفد وافق مثلا على اللون بتاعه هيقول له مثلا حاجه زي سوري. الكريدت هنا مش معناها فلوس, الكريدت هنا معناها حاجه زي الاي سكور, ان هو يعني عنده انف كريديبيليتي, يعني مقصود بيه مثلا ان هو نثق فيه ان هو ممكن يرجع اللون دوت او يعرف يسدده يعني. تمام يس. فغالبا سند ابروفال هيرجع له ابروفال, يبقى الراجل عمل الحاجات دي. رحنا هنا مستني هنا, مفيش وقت انتظار هنا في الحته دي. وبعدين رجع له الكلام ده كله, وبعدين بدا ان هو ايه ابلكيشن لو كان ابروفد هنا رجع له الرد سواء كان بالرفض او بالموافقه. هنا ابلكيشن ابروفد غالبا هيبدا بقى ان هو مثلا يعمل اللي هو كان بيعمله, بيشتري الهوم او مثلا يعمل رنت. فغالبا هنا زي ايه هياخد قرار مثلا ان هو يشتري البيت ولا يأجر المكان حسب اذا كان بيعمل ايه بالظبط. وفي الاخر يبقى هو الكاستمر نهى البروسيس من عنده. يعني دي كده كانها بروسيس خاصه بالكاستمر من جواها, ان هو راح للبنك مثلا يتعامل معاه اللي هو اللندر يعني. فبالتالي خلصت البروسيس بالشكل ده. بالنسبه طبعا لللندر الحكايه بتاعته كانها بتبدا من هنا, بتبدا من هنا وبتنتهي طبعا فين المخارج, هنا او هنا. عنده اتنين اند بوينت هنا او هنا, اللي هي معناها
قبل او رفض الايه اللون. فطبعا زي ما بيقولوا كده يهمني ان انا ابقى عارف ان انا كاني عندي اتنين بيزنس بروسس داخلين في بعض دلوقتي، واحده بتاعت اللندر واحده بتاعت الكاستمر. وجوه الشركه غالبا ناخد بالنا الخطوط الدوتد لاين معناها ان في دوكيمنت او في انفورميشن. الخطوط المستقيمه معناها ان دوت سيكونس، يعني ده بيعمل ده وده بيعمل ده زي الديسيشن يعني في الايه في فلوت شارت. فالريفيو ابلكيشن هو اللي بيخلي الديبارتمنت الثاني يعمل اندر رايت ابلكيشن، وهنا بعد ده ما بيخلص بيعمل سند ابروفال من على الايه من على اللندر، يعني يبعت له نوتيفيكيشن يقول له الطلب مرفوض. الراجل ده قال لك ان الطلب مرفوض فالديبارتمنت ده، فاللون اوفيسر هو اللي هيبدا ايه يشتغل على هذا الايه على هذا الاساس. يعني لازم اخد بالي قوي الخطوط اللي ماشيه جوه كل ايه جوه كل بزنس بروس. اعتقد ان دي يعني تعتبر بدايه كويسه. اول حاجه هنبدا ان احنا نبدا نشتغل فيها انواع الاكتيفيتيز المختلفه وانواع الكونكشنز، واكتب حاجه بالعربي او بالانجليزي واحنا نحولها لموديل، افهم الموديل دوت ايه الفرق بينه وبين الموديل ده. فهي الخطوه الاولانيه اللي هي ان احنا وي جيت انتروديوسد يعني للمودلز المختلفه عشان ابدا ابقى فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، والنوتيشنز المختلفه اللي هي طبعا ممكن تفرق معايا لو انا بعمل اكسكيوشن او بعمل مثلا اناليسز للموديل. يعني ممكن وانا بعمل اناليسز دلوقتي البرنامج مثلا يقول لي ده استيميت تايم ياخد وقت قد ايه، ريسيف ريسبونس ممكن ياخد وقت قد ايه على بال ما يجي لك الطلب، السبميت ابلكيشن مثلا تحتاج وقت قد ايه عشان تكتبه. فانا ممكن اقول لك لو انت هتقول لي على كل واحده من الخطوات الصغيره دي بتاخد وقت قد ايه، ممكن اقول لك الايه الاوفر اول كام. طبعا هنا في حته اللي هي بتاعه الفلوت شارت دي، سوري سوري في حته اللي هي كذا اسمها ايه كذا ديسيشن سن نود. اوكي فغالبا اليس ونو هنا ممكن طبعا الناس بيحلوها في ان انا استيميت التايم عن طريق بروبابيليتي. يعني مثلا انا هقول للسيميليشن او للانالايزر ان في مثلا 80% ممكن يحصل لهم اوتو ابروف اوتو ابروفال سوري. هنا مثلا الكريدت مثلا بتاع 50% ممكن يبقى اقل مما ايه من هو يسمح لهم باللون. فبالتالي اقدر احسب انا الكلام ده ان هو مثلا بيحصل 8 من 10 وده بيحصل 2 من 10. عايز اسالكم سؤال. في واحد راجل بيروح الشغل بتاعه 8 ايام بالعربيه بتاعته ويومين بالعربيه مثلا بتاعت مراته لما تكون العربيه بتاعته عطلان، فالعربيه بتاعته اسرع من عربيه مراته مثلا ايه كذا مرة، فعربيته مثلا بتاخد 10 منت وعربية مراته بتاخد نص ساعة. فهو كده الافرج بتاعه في الشغل بياخد وقت قد ايه على بال ما يروح الشغل. طبعا لو هو بيسوق عربيته بياخد 10 منت ولو بيسوق عربية مراته هياخد 30 منت، وده بيحصل 8 مرات وده بيحصل مرتين. فغالبا بنعمل حاجة اسمها ويتد افرج. ويتد افريج اللي هي ايه هضرب 8 في 10 زائد 2 في 30 واقسمهم على 10، فغالبا هيبقى ايه زي ما انتم متخيلين. طبعا لازم يطلع رقم بين 10 و30 والا ان احنا نبقى بنلخبط. يبقى 80 زائد 60 على 10 اللي هي تطلع، لو حد فينا بيعرف فاكر الحساب تطلع 14. تطلع ايه تطلع 14 اللي هي تقريبا كانه معظم الوقت بيروح بعربيته، ف14 قريبه من ال10 عن الايه عن ال30. فحاجه زي كده غالبا هنستخدم الاسلوب ده كتير في البيزنس بروسيس في حسابنج التايم بتاعه. طبعا هنا في بقى بقيه المحاضره اللي هي طبعا هنحطها على ال ام اس او هنحطها على الواتساب. انا برضو الواتساب دلوقتي انا مش عارف في حاجه حصلت بقى في 2 واتساب، فغالبا يعني هنحاول نوحدهم نعمل يونيفايد
واتساب جروب بحيث انها تبقى واحده بس ونحط فيها الايه الكوميونيكيشن بيننا وبينكم ان شاء الله بحيث الدنيا تبقى ايه تبقى شغاله مظبوط يعني. تمام. طبعا هنا يعني زي ما بيقولوا كده يعني الناس ازاي بتقسم الشغل او بتقسم الديبارتمنت مثلا الناس دول كلهم. طبعا دي صوره شكلها قديمه قوي من ايام زي من ايام الافلام اللي هي كانت ابيض واسود بتاعت زمان. فغالبا الناس دول كلهم بيعملوا نفس البيزنس قاعدين جنب بعض وبيعملوا مثلا الشغل بالتناوب او بيركبوا مثلا حاجه الكترونيه. كل واحد فيهم بيعمل نفس الشغل او شغله قريب من التاني وبيعملوا ان هم طبعا تيم واحد او مع بعض. فغالبا تقسيم الشغل بالنسبه للوركرز ممكن دلوقتي تبقى الدنيا مختلفه لان عندنا الناس اللي بتشتغل ممكن تعمل 1 2 3 4 تعمل كذا شغلانه. زمان كانت الناس اكتر بتعمل حاجه سبيسيفيك زي المكنه يعني كل واحد فيهم بيربط المسمار ده كل واحد فيهم بيربط نفس المسمار. فغالبا هتلاقي ان الايه في نوع شويه من ان هو كل واحد فيهم الشغل بتاعه مختلف عن الباقيين يعني. فده طبعا بيخلي مفيش فليكسيبيليتي مفيش حد مثلا يعرف ياخد مكان شغل حد تاني. فطبعا يعني دلوقتي الدنيا بقت مختلفه شويه وفي طبعا استخدام الاوتوميشن والكمبيوتر اكتر بكتير من ان انا بعمل كل حاجه بايدي. فممكن ابقى عارف كذا سكيل rather than one just skill يعني. فطبعا هنا يعني هيهمني اكتر ان انا اركز على السيرفيس اللي بتحصل او على البيزنس اللي بيحصل على الخطوات من الاول لحد الاخر مش على مثلا التكنيشن كلهم يبقى ده التركيز عليهم. فيهمني اكتر ان انا اركز على الشغل اللي بيحصل عشان احاول اوبتمايزه. فبفكر في الورك ذات نفسه مش بفكر في الايه في الديبارتمنت او في الايه في الوركرز او اللي بيعملوا له الوركرز دول. تمام. فطبعا يعني هنا يهمني برضو اكتر ان انا السيرفيس دي كويسه السيرفيس دي مش كويسه زي ما بيقولوا كده. في لو حد فيكم كان جه قبل كده في موضوع الكواليتي كورس بتاع الكواليتي فيبقى عارف ان انا عندي كواليتي بالنسبه للبروسيس او البروسيس دي محققه الايزو او محققه السي ام ام اي بس البروسيس الثانيه لسه مش محققاه دي في ستيب 2 ودي في ستيب 4. فانا كاني بشوف مين بيشتغل كويس اني خط اللي بيشتغل كويس مقارنه ب ان انا اقول الديبارتمنت دوت هو اللي بيشتغل كويس. يعني زي ما بيقولوا كده خط جوه الاقسام رازر زان اللي هو مع الجوب دي رازر زان قسم معين هو اللي كويس او قسم تاني هو اللي كويس. فطبعا يعني دي الافكار اللي هنبدا ان احنا نتكلم عليها ان ديتيلز بعد كده يعني. فدي من الحاجات اللي هي الكويسه. طبعا هيهمني بعد كده طبعا فكره ان انا اوبتمايز الفلوس اللي بياخدوها الناس اللي بيشتغلوا او لو مثلا في اكسبرت بيشتغل عندنا الهيومن ريسورس اورز الماتيريال ريسورسز استخدام الكمبيوتر الحاجات دي كلها هتبقى من الحاجات الفاكتورز اللي احنا بايه بيهمنا ان احنا نحاول نعمل لها اوبتمايز على قد ما نقدر يعني ان شاء الله. يعني الخلاصه ان احنا اللي هنقف عندها اللي هي ان معظم الاهداف دلوقتي اللي الناس بتعملها في الشركات اللي هي امبروف البيزنس بروسس. غالبا اي حد بيروح في مكان ويحس ان هو مش شغال كويس اول حاجه بيسالها لو طبعا مكان يعني عايز يشتغل بطريقه كويسه او بطريقه مرضيه يعني ان هو يبدا يعرف البيزنس بروسيس ويحاول يعرف هي ماشيه بكام ماشيه ازاي ويحاول ان هو يحسنها. طبعا كاتنج الكوست غالبا بتبقى تاني خطوه بعد الايه بعد الامبروف البروسيس لان ممكن امبروف البروسيس ممكن يحصل انفست فيها شويه وفي الاخر هتبقى احسن للشركه ككل من الايه من الاول. تمام. فغالبا يعني ثالث حاجه طبعا اللي هي الافكتيفنس اللي هي كانه الوقت اللي بيشتغلوا بيخلص فيه كام حاجه زي الافشنسي بتاعت الناس يعني او الايه الكفاءه بتاعتهم يعني. فدول يعتبروا
اقوى ثلاث حاجات كان الناس بيفكروا ان هم يستخدموها في اي مكان. طبعا احنا هنوقف عند هنا لان دي تعتبر يعني جود ستارت. اهم حاجه الواحد يبقى فاهم الاورينتيشن بتاع الكورس، كورس هيدور على ايه، يبقى فاهم ان هو شويه محتاج سم كمبيوتر تولز هنبدا نتكلم عليهم واحده ورا الثانيه، واخيرا يبقى فاهم طبعا الاهداف اللي احنا هنبقى محتاجينها. يعني طبعا هيبقى في جزء اللي هو بتاع التوتوريال، اعتقد ما فيش لاب اسمه توتوريال عندكم في الكورس ده، غالبا هيبقى في شويه تولز هنتفق ان احنا ايه نستخدمها او نتعامل معاها، وغالبا هنعمل عليها سام كيس ستادي اللي هي هتبقى تعتبر يعني ترم بروجكت الايه للسنه ديت. يعني طبعا هيبقى في اتنين ميد ترم، سوري اتنين كويز، واحد ميد ترم وواحد فاينل. انتوا عارفين طبعا ان التوتوريال هيبقى مره اونلاين ومره اوفلاين، فاحنا غالبا الاسبوع الجاي هيبقى في عندنا توتوريال بعد المحاضره. ايه تاني؟ لحد ما نشوف طبعا موضوع الاوفلاين دوت هيبقى امتى. الكويزات والميد ترم غالبا هيبقوا يعني هنبقى شايفين بعض يعني، فغالبا هيبقى مره هنحاول نتفق على الميعاد بتاعهم غالبا رافلي بعد الاسبوع الرابع او من الاسبوع الرابع نعمل الكويز الاولاني. بس فالدنيا طبعا يعني كورس زي ما انتم عارفين، وان شاء الله ربنا يسهل ويبقى الترم يعدي بطريقه سيف يعني امنه على الناس كلها، وتنجحوا تجيبوا الاهداف بتاعتكم ان شاء الله في الايه من الكورس دوت يعني. فلو في حد عنده اسئله يعني اتفضل. احنا بس عايزين نتاكد ان احنا هيبقى في عندنا كلنا في الواتساب جروب عشان لو عايزين نقول لكم حاجه لحد ما ربنا ما يسهل واسمه ايه اللي هو ال ام اس يفتح بطريقه كويسه. انا عارف طبعا ان انتم في شويه حاجات مش سيتلد في موضوع اللي هو الاد والدروب، بس يعني ان شاء الله مع الاسبوع الجاي يبقى احنا تقريبا حصل لنا سيتلد يعني، او حصل لنا خلاص سيتلمنت في هذا الايه في هذا الكورس وفي الكورسات الاخرى يعني ان شاء الله. لو حد عنده اسئله اتفضل يعني. لا تمام شكرا دكتور. طيب انا هقفل هستوب ريكوردنج يعني، وهيبقى في عندنا طبعا هيبقى موجود اعتقد الفيديو اعتقد لمده 20 يوم باين. غالبا انا اللي بعمله ان انا بعمله داونلود وبحاول اسجله واحط اللينك بتاعه على الواتساب وعلى ال ام اس بعد كده يعني ان شاء الله. اوكي يا جماعه نشوفكم بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله 44 باذن الله وقت يعني. مع السلامه. مع السلامه.